في يوم الأربعاء اللي فات تم الإعلان عن إن جيسو من بلاك بينك أصبحت الوجه الجديد لماركة الأزياء البريطانية الفاخرة سيلف بورتوري، والتعاون ده صنع التاريخ لأن جيسو هي أول فنانة آسيوية تتعاون مع ماركة سيلف بورتوري. وللعلم تم تصوير الحملة دي في استوديو وكالة بليسو بكوريا. كمان شارك هانت شون وهو المدير العام لعلامة سيلف بورتوري تجربة عمله مع جيسو، وقال تعمل جيسو حاليا لدى العديد من الماركات الكبرى ديور، كارتيا، لو دي سان. إنها تعمل أيضا حاليا على تصوير مشاريع درامية جديدة. أيضا هي تعمل على إصدار موسيقى جديدة في وكالة بليسو. وحرفيا كل البلينك في قمة حماس، ولعودة المغنية المنفردة جيسو قريب جدا. كمان الأخبار الحلوة ما انتهتش هنا، فمؤخرا انتشرت إشاعات جديدة بتقول إن في أيدل مشهور هينضم لوكالة ليسا الجديدة اللاود، والأيدل ده هو تايمن من فريق شايني. وطبعا الإشاعات دي كان معاها أدلة قوية جدا. ففي يوم الأربعاء اللي فات أعلن تايمين رحيله رسميا من وكالة SM بعد 16 سنة، وكمان أعلن تايمين إنه هيبدأ قريب جدا رحلته الجديدة. وبنفس الوقت قبل كام يوم ليسا فاجأت الكل بحضورها حفل فريق شايني في سنغافورة عشان تدعم تايمين، ولأن ليسا أنشأت وكالتها الفردية حاليا فهي محتاجة الخبرة الأكبر منها في السن، ومفيش اختيار أفضل من تايمين. وإنت هو رأيك في الكلام ده؟ وما تنساش الاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد عن بلاك بينك.